السلام عليكم، حلقة جديدة من تيست درايف. اليوم معنا السيارة من الصانع الكوري هيونداي اي 40. طبعا اي 40 هي الفئة الأكبر من فئات اي من هيونداي. هالطراز اي 40 عم بيجي بفئتين مختلفتين، فئة الجي ال وفئة الجي ال اس. طبعا الاختلاف اللي بصير بينهم اللي هو بعض المواصفات. نحن اليوم معنا فئة الجي ال ستيشن واجن. عم بتميز الشكل الامامي للسياره بالاضواء الكبيره نوعا ما، التصميم العصري للسياره باضافه اضواء LED، عم نشوف مع بعض بطريقه كثير انيقه على شكل الموج، عم نشوف الشكل الامامي ما بيختلف كثير عن هويه هيونداي الجديده، عم نشوف بمبر سفلي مطعم بلون اسود لامع، يعني عم بيعطي طابع جيد لا باس فيه. اما الشكل الجانبي للسياره فعم بتميز باطارات مقاس 16 انش. هالاطارات كمان هي على شكل طاسات عاديه، كمان مرايا تصميمها جيد باضافه الغمازات على الجنب، كمان عم بيعطيها شكل جيد وتقني. عم بيميز شكل السياره من الجنب هو حده الخطوط الموجوده، هذا الشيء عم يعطي كثير شكل جميل للسياره، واكيد عم يساعد عن انسيابيه تدفق الهواء. تطعيمات الكروم موجوده على اطار الجانبي للسياره. عم نشوف قاعه السياره الكبيره، طبعا طول السياره ما بتتجاوز ال 4 متر و77 سنتيمتر، فهذا الشيء عم بدل على المقصورة الواسعة على السيارة وانه هي سيارة عائلية بالدرجة الأولى. كمان تطعيمات الرصاص المت على سقف السيارة، البايبات هذول عم يساعدوا على تثبيت الأمتعة على سقف السيارة. من الخلف عم نشوف الأضواء كمان جدا كبيرة عم تمتد من جنب السيارة للخلف، أضواء كمان LED، شكل وتصميم جديد من هيونداي. طبعا أهم شيء نحكي عنه بالجهة الخلفية هو الصندوق لهالسيارة. صندوق السيارة جدا واسع وفيك تزيد مساحته الداخلية بطي المقاعد الخلفية. يعني هاي السيارة عم شوف أنا حاط فيها تقريبا 4 أو 5 شناتي وكتير مساحة لسه موجودة. طبعا كمان الشكل الخلفي للسيارة عم بتميز بالجناح، عم شوف كمان كتير كبير نوعا ما، بس هذا الشيء عم يساعد على تكملة شكل السيارة وتكملة البادي من السقف للخلف، فعم يعطيها شكل كتير جميل وأكيد نوعا ما توازن. طبعا السيارة كمان من وراء عليها تطعيمة أسود مت بعكس المقدمة الأمامية اللي عليها أسود لامع. خلينا نشوف المقاعد الخلفية للسيارة. طبعا السيارة من الداخل عم نشوف جدا واسعة من ناحية مسافة الأقدام وحتى مسافة فوق الرأس. يعني هذه السيارة بتتسع من الداخل لخمس أشخاص، من وراء 3 أشخاص بيقعدوا بكافة الأريحية. عم شوف حتى من الجنب المقعد الوسطي مريح، بس بتحس إنه شوي المسند اللي وراء فيه قساوة نوعا ما غير المقاعد أكيد بنتيجة وجود المسند. من وراء كمان عم شوف فتحات الـ AC بتوصل للخلف، كمان مطعمة باللون البيانو بلاك. بنشوف شكل السيارة من الأمام. أول شيء بلفت نظرك بالسيارة من الأمام اللي هو الكونسول الوسطي وفتحات التهوية بالتحديد. عم نشوف إنه هي متناسقة مع شكل السيارة الخارجي، تصميم فتحات التهوية نفس تصميم الإضاءة البارزين. كمان الكونسول الوسطي عم بيتميز بالألوان المتدرجة باللون الأسود اللامع للون الرصاصي الفاتح. كمان هذا الشيء عم نشوف التقنيات مستخدمة من هيونداي حتى بالسيارات والفئات البسيطة. طبعا احنا معنا فئة الجي ال مثل ما ذكرت، فبتجي بمواصفات أخف. يعني الجي ال اس بتجي ببانوراما او حتى فتحه سقف عاديه، نحن هون ما في فتحه سقف في السياره. المواصفات تختلف كمان كمقاعد جلديه والكراسي كهرباء. نحن اليوم معنا كراسي بالقماش العادي بلونين مختلفين. الكونسول عم نشوف كمان مزود بالجير من 6 نسب، طبعا الجير كمان في تيبترونيك لا تطابع رياضي اكثر. السياره مزوده كمان بشيفتنج باتلز، بس عم نسمع صوت تكي خفيفه من احتكاك بلاستيك بالتيبترونيك، عم يعطوا صوت مزعج نوعا ما. كمان الكونسول الوسطي عم نشوف فيه الهاند بريك الكتروني، يعني عم نشوف هيونداي حتى بسيارات البسيطه عم نضيف الهاند بريك الالكتروني مثل السيارات الفخمه. الستيرنج عم نشوفه مالتي فانكشن، في ازرار للتحكم باعدادات السياره. اهم شيء عم بتميز البساطه بالستيرنج او ازرار السياره بشكل عام. عم نشوف زر التليفون كتير بسيط، زر لفتح الخط وزر للتسكير، ازرار واضحه. حتى الازرار الموجوده على الكونسول الوسطي من اول مره تركب السياره فيك تعرف اعداداتها بشكل كامل. عم نشوف زر السبورت كتير واضح ليعطي اقصى اداء للسياره، زر التراكشن، حتى ازرار الاي سي كتير واضحين، كتير سهل التعامل معهم. كمان اللي بيختلف الجي ال عن جي ال اس
هو موضوع الكيلس انتري. انا معي طبعا الجي ال مشغل عن طريق المفتاح عادي. طبعا عدادات السياره واضحه، فينا نتحكم بدرجه الوان العدادات من خلال الزر الموجود ورا الستيرنج على اليسار. كمان فيك تتحكم بدرجه او علو الكشافات الاماميه. قبل ما نطلع نجرب السيارة على الطرقات بدنا نشوف محرك السيارة. طبعا محرك من هيونداي سات 2.0 لتر عم بولد قوة 166 هورس باور. طبعا المحرك 4 سلندر. شفنا محرك السيارة، تعرفنا على مواصفاتها بشكل عام، شفنا الشكل الخارجي. خلونا نطلع نجربها شوي على الطرقات. طبعا خلينا نحكي اكثر على السياره من الداخل. عم نشوف فيها شاشه وسطيه عم تبين لك كيف طريقه قياده السياره، مصروف البترول. طبعا السياره بتتسع تقريبا ل 70 لتر من البترول. السياره عم تتميز بمساحات تخزين كبيره، فعم نشوف في مساحه تخزين خلف الجير واسعه لا باس فيها. فيها مكان لليو اس بي، الايبود والاي او اكس. طبعا مساحه تخزين حتى تحت الكونسول الوسطي من الجنب، مساحه تخزين صغيره نوعا ما. هون في مساحه تخزين طبعا عند مسند الايد. طبعا بالنسبه لمرايا السياره عم نشوف المراية بجهة اليسار بجانب السائق عم تشي طرفها بشكل غير ليعطي رؤيه اكثر، فهي المراية كثير عم تساعد على التجاوز. طبعا السياره ما فيها بلايند اسيستنت، فاضافت هيونداي هالميزه. طبعا المراية قابله للطي وفيك تتحكم فيها كهربائيا من خلال الازرار الموجوده جانب بيد السائق بطريقه كثير سهله، بمجرد انك تاخذ الزر يمين او يسار لتتحكم بالمراية، وبعدين تتحكم بشكل بسيط وسهل. الستيرنج مزود على اي 40، عم شوف الاستخدام فيه كثير خفيف كثير سهل، حتى السياره مريحه على الطرق الوعره. طبعا كمان شيء بالستيرنج غير انه خفيف، اكيد هو قابل للتعديل، بس مو بس للاعلى وللاسفل، عم شوفه اكيد اعلى واسفل. فينا نتحكم فيه للخلف للامام، فينا نقربه من السائق. السسبنشن تبع هالسياره مريحه المطبات اثناء القياده بالشوارع والطرقات الطويله. بما اني هلا وقفت على اشاره، خلينا نجرب مع بعض الاوتو هولد. مجرد تشغل الزر تضغط على البريك اكثر مره تصير رجلك السياره واقفه رغم السياره دي مش السير، بضغط بترول ترجع تمشي السياره. رح شغل وضعيه السبورت ونجرب مع بعض صوت الشيفتنج بات اللي ذكرته بالبدايه. عم نسمع صوت البلاستيك هذا اللي عم بيطلع. هلا كنصيحة من خلال تجربتي للسيارة من اليومين الماضيين، يفضل انك تاخذ سيارة فيها سنسر خلفي او حساسات خلفية، لأنه السيارة مثل ما ذكرنا طويلة، فهي 4 متر و77 سنتيمتر، فكتير السنسر بيساعدك على الباركينج. أعزائي متابعين برنامج تست درايف، الآن بإمكانكم تختاروا الحلقة القادمة اللي بتفضلوا مشاهدتها من ضمن الخيارين الموجودين أمامكم. ما عليكم إلا كتابة الهاشتاج تجربة قيادة مع اسم السيارة اللي بترغبوا مشاهدتها واللي بتحصل أكثر طلب، بنعرضها الحلقة القادمة إن شاء الله. وهيك كانت تجربتنا لليوم مع سيارة هيونداي i40 GL. تابعونا بحلقات جديدة وتجارب جديدة، وما تنسوا تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، فولو أنا تويتر، سبسكرايب على يوتيوب، وتابعوا موقعنا باستمرار لتشوفوا كل جديد. وهلا صار فيكم تدخلوا على speed.com وتدخلوا على شركات السيارات هيونداي، تبدوا رايكم بتجربه هالسياره وتحكوا لنا عن تجربتكم لها اذا كنتوا جربتوها. حياكم الله. طبعا الستيرنج مزود على i40 اصلا عجيب. نحكي كمان اكثر من الداخل عن اوكي